زملت الأستاذ مجد الشبل الله يرحمه في التلفزيون السوري؟ في التلفزيون السوري وبالتلفزيون السعودي برضو، عملت له في الرياض برنامج 20 سؤال مسابقات، وكنا أحيانا نجي نصور في جدة حلقات مع جمهور جدة. إيش ذكرياتك معه في تلفزيون سوريا مع ماجد الشبل الله يرحمه؟ ماجد الشبل كان من أجمل الأصوات في التلفزيون السوري، وأنا كنت ميال إلى الشعر وحب الشعر، وماجد كان بصوته قارئ جميل جدا ورائع في الشعر، فكنت أصور أفلام لقطات للطبيعة جمالية وكذا، وبعض الوجوه الجمالية الجميلة، واجي نشوفها انا وياه وهو يختار قصيدة يطبقها على الصور اللي انا اجيب لها. وفي برنامج فكر واربح مسابقات زي 20 سؤال وبعض البرامج الأخرى، والله لا أذكر، في ثقافي وفي كذا.